يواصل المشجعون استلام تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية بكل سهولة ويسر، وذلك في إطار التجربة الجديدة التي أطلقتها مصر من خلال موقع تذكرتي، والذي يضمن التصدي لجميع محاولات السوق السوداء حفاظا على النهوض بالمنظومة الرياضية. تجربة جديدة أطلقتها مصر تذكرتي، تطبيق يتيح تسويق إلكتروني متخصص لحجز وبيع تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، يضمن حق المشجع في حضور البطولة. السيستم هايل، واللي فكر فيه إنسان يحترم يعني، وأشكر ربنا إن وصلنا للظروف دي. والله كانت تجربة سهلة وبسيطة خالص، ما خدتش غير يوم واحد، تاني يوم جالنا المسج وكانت حاجة منظمة أول ما نشوفها في مصر وكده. الموضوع حلو جدا، موضوع completely different يعني. أنا إحنا يعني سافرنا كأس عالم السنة اللي فاتت، كان يعتبر نفس الكونسبت، فكرة إن يبقى فيه فان اي دي ويبقى فيه تيكتس إن إحنا نجيبها أونلاين. الموضوع يبقى أحسن بكتير من إن إحنا نروح ستورز أو إن إحنا نروح أماكن نشتري منها. يعد هذا التطبيق صاحب الحق الحصري لبيع تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية من أجل التصدي لجميع محاولات السوق السوداء وحفاظا على النهوض بالمنظومة الرياضية. أنا دخلت على بالنسبة الموقع بالنسبة لكأس الأمم الأفريقية وسجلت ودخلت عملت سجلت البيانات بتاعتي. الأمور ميسرة فعلا جدا، فعلا نقدر نقضي على السوق السوداء اللي موجودة كانت منتشرة خلال السنين اللي فاتت دي كلها. فعلا في حاجة كويسة جدا متقدمة شركة تذكرتي للمباريات. أنا هنا المفروض بطبع الفان اي ديز بتاعت الناس يعني، وفي ناس كتير جم يطبعوا الفان اي دي، وهو يعني منظم اكتر من قبل كده، لان الانفورميشنز بتاعت كل الناس بتبقى موجوده، وبتبقى هي نفس الانفورميشن اللي على الفان اي دي بتبقى على التذاكر، فمش بيحصل لخبطه. فطبعا ده بيبقى كويس جدا عشان خاطر مش بيحصل سوق سودا بقى والكلام ده. هو اصلا فكره ان الاقي فان اي دي دي حاجه في حد ذاتها صراحه يعني، فكرت الايام روسيا لما كنا بنحجز بروسيا نفس البروسيس بالظبط، بنعملها فان اي دي الاول بعد كده نجيب التيكتس كاس العالم بالظبط. فالموضوع لا كان ظريف جدا. الابلكيشن كان اسهل في ان انا انزل اشتري التيكتس يعني، اسهل من ان انا اقف في الشارع مثلا 3 4 ساعات في طابور في عز الحر عشان اجيب تذكره. ده انا شايف بصراحه ان الموضوع منظم جدا يعني، الموضوع سهل جدا، انت تخش على الويب سايت وتتبع الخطوات وتخرج الفان اي دي، وهي حاجه محترمه زي استادات بره وزي كاس العالم اللي فات لما كان في فان اي دي برده. احنا كله على بعضه 4 فان اي ديز و 9 تذاكر كله على بعضه، فانا كنت متخيل ان انا هاجي هلاقي لخبطه، ده تذاكر مين وده تذاكر مين، واحنا عشان عدد كبير من التذاكر فهيبقى في لخبطه، ده مش مسمع وده مش مسمع، بس لسه جاي وفي اقل من دقيقتين كان معايا التذاكر كلها. يتم عبر التطبيق اصدار بطاقه مشجع لكل من لديه الرغبه في حجز تذاكر المباريات، كما انه لا يمكن نقل ملكيه تذاكر البطوله بعد شرائها الى مشجع اخر، حيث سيتم منع الشخصين من الحضور. حاليا يعني احنا كناش متوقعين الناس هتبدا تيجي، يمكن ناقص على البطوله 27 يوم، كناش متوقعين الناس هتبدا تيجي من بدري قوي كده، بعدت يعني المصريين تيجي في الاخر وكده، بس لا والله في اقبال، الناس بدات تنزل، الناس بدات تيجي، حتى لو حد مش عارف يعمل على البروسيس نفسها ازاي من على السايت بيجي يسال، فالناس مهتمه من خلالنا، من خلال السايت، من خلال خدمه العملاء، فالناس بتتواصل والحمد لله واحده واحده قادرين نشغل ونوصل كل الفان اي ديز كلها والتيكتس نقدر نخدم بيها الناس يعني. في الاول كانت جديده عشان هي ما اتعملتش غير في روسيا في كاس العالم، ففكره في حد ذاتها ان تنفس في مصر اللي كانت مفاجاه للناس، وما كانتش كل الناس متوقعه ان هي تنفس بالجوده دي وبالشكل ده. بس الناس لما بتيجي تخش على الويب سايت في الاول بتبقى متفائله من شكل الويب سايت وان هو سهل، وان هم نفسهم عاملين توتوريال ان انت ازاي تقدر تطلع الفان اي دي وتحجز التيكتس بتاعتك. بعد كده لما بييجوا هنا برده الموضوع بيكمل بان الموضوع شكله لذيذ سريع اكتر من حاجه ثانيه، وغير كده فكره ان فكره الفان اي دي والتيكتس بتضمن لك عدم بيع التذاكر في السوق السوداء، ان انت بقى بدل ما تشتري تذكره اغلى من 8-5 مرات، لا انت ضامن ان التذكره بتاعتك انت بس اللي هتخش بيها، محدش هياخدها منك ويخش بيها غيرك. اعتمدت مصر هذه الطريقه بعد نجاح تجربتها في كأس العالم التي اقيمت في روسيا العام الماضي، لتكون مصر الدوله الثانيه التي تتبع نظاما يضمن حق المواطن في الاستمتاع بمشاهده رياضته المفضله.